طيب انتوا عارفين طبعا نروح لكره الطائره سيدات طبعا النادي الاهلي بيسعى في ضم كفاءات وبيضم محترفين ولاعبين وتعاقدات جديده يمكن اخر خبر رئيس لاعبه منتخب بورتوريكو للكره الطائره تصل القاهره للانضمام وتوقيع عقدها رسمي مع النادي الاهلي ديانا كارولينا رئيس لاعبه بورتوريكو دي صورتها من مطار القاهره في صاله ثلاثة وصول طبعا جنب التمثال الفرعوني المشهير اللي في صاله ثلاثة وصلت لمطار القاهره وده استعداد طبعا للانضمام لصفوف النادي طبعا صوره ديانة من احد من افضل احسن اللاعبات في منتخب بورتوريكو مش محتاج اتكلم عن منتخب بورتوريكو كابتن ايمن ابو زينه كان في استقبالها مدير اداري وخلينا اقول لكم انها بتلعب في مركز ثلاثه كحائط صد والضرب السريع مركز احنا مفتقدينه خاصه بعد ما طبعا العسقلاني يعني تركت النادي فاذا احنا بقى عندنا عندنا طبعا لاعبات كويسين جدا ولكن تدعيم مطلوب عشان موسم طويل الاهلي كان ضم طبعا علياء هاني وضم مريم ثروت لمده اربع سنوات في صفقات في النادي الاهلي وتدعيم مستمر وعلى فكره برضو ان شاء الله احنا جئنا كواليس ان لسه تدعيم مستمر للفريق يعني ما زال لسه في وقت واحنا سامعين ان شاء الله ان في أمورها هتسعد جمهور النادي الاهلي المتابع للالعاب الاخرى ان ان شاء الله هيكون في تدعيم لهذا الفريق وهنعلن عنه فور الاعلان عن نادي الاهلي نفسه عن الصفقات الجديده. وطبعا النادي الاهلي هو حامل لقب الدوري الممتاز وكاس مصر الموسم اللي فات وطبعا حصل ان كابتن خالد العوضي نجح بشكل كبير انه يجدد لكل نجمات الفريق نهله سامح وايا الشامي وساره امين ودعاء الغباشي جدد لهم اربع سنوات ودي تعتبر صفقات جديده ايضا لان انت اللاعب اللي بيستمر معاك بيفضل صفقه او بيفضل صفقه ناجحه داخل جدران النادي الاهلي.